صانيه جول جول ولا خليني في ارسنال. اللعبه رائعه من اجويرو، التغطيه الدفاعيه ثم كره بعيده، كوسيلي خرج وخلى مكفل خلف الفراغات، صانيه تحت ضغط المدافع بيرين راوغ الحارس اوسبينا وفتح مجال التسجيل، لقطتان بلقطه واحده جول لارليد مانشستر سيتي امام ارسنال في الاميريت ستاديوم. يا لها من بدايه لهذه المباراه، رائع انت يا صانيه، سجل هدفه الرابع هذا الموسم مع فريقه مونكو. قلب الاسد، مجهوداته كبيره جدا البدنيه في كل مباريات مانشستر سيتي. التدخل هنا وخطيره والكوت امام دفاع يتفرج، كان يعتقد بانه في وضع التسلل. هدف عجيب وغريب لارسنال. اللعبه شوف الخروج الجماعي السريع لعناصر ارسنال، لم تكن وضعنا وضع التسلل تماما في اللعبه هذه. نسوا تيو والكوت، صاروا ثلاثه امام الكره، استلمها ضربت فيه وضربها ودخلت امام كابايرو يتفرج. يا سلام على الجول، وشوف تمريراته، شوف تمريراته البينية رجعت له خطيرة، ما زالت الخطورة. دافيد سيلفا مع زاغورو جول باب في ارسنال، هكذا الكرة تمر، يضيعها مسعود اوزيل. شوف الدفاع المهلهل في فريق ارسنال، شوف الفراغات والتمريرات البينية، وجد نفسه دخل دي برون. دافيد سيلفا استلمها مررها لاجويرو جول بيمناه، سددها الحارس ساقط والمدافعان ارضا، وجول ثاني لمانشستر سيتي هو الرابع عشر لاجويرو عند الدقيقة الثانية والأربعين من عمر المباراة. هدفان مقابل هدف واحد لمانشستر سيتي من امام ارسنال. جول يا اجويرو جول. الدفاع يتفرج، مصطفى يتفرج، ناتشو موريال ساقط والجول ساقط، وكوسين حتى ولو كان لوحده. مسعود اوزيل يرفع الركلية، جول بابا بابا اوزيل. مصطفى ارتقى فوق دفاع ارسنال، فوق كل لاعبي مانشستر سيتي وضربها بالراس. يا ويلي كابايرو، يا ويلك، راسية من اروع ما يكون من مصطفى. ويلي كابايرو لم يقدر، الراسية من اروع ما يكون، بعيدة عليك هذه يا ويلي، في الشباك الصغيرة دخلت على يسار الجول. هدف التعديل لارسنال في الدقيقة الثامنة من انطلاقة هذا الشوط الثاني من اللقاء.